تنقل صحيفتها آرس الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وصلت إلى نقطة قد تتهم فيها علناً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإضرار بالمحادثات بسبب سلوكه. وتأتي هذه التطورات في العلاقة عقب حديث بايدن المتضمن اعتقاده بإمكانية وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى طاولة التفاوض، حيث يجدد الرئيس الأمريكي التأكيد على أن إدارته تعمل على ضمان خفض التصعيد بالمنطقة. حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي من القاهرة وضيفي من القدس المختص بالشؤون الإسرائيلية الدكتور محمد هلسة. أهلا بكما دكتور طارق من القاهرة. سأبدأ معك، هل تعتقد أننا أمام مشهد فيه الكثير ربما من التحولات الجوهرية التي تمهد لعودة هذه المرة عودة حقيقية إلى طاولة التفاوض؟ هو بالتأكيد طبعا هناك فرصة جيدة يمكن البناء عليها إذا توفرت الإرادة السياسية لكل الأطراف لاعتبارات متعلقة بتدهور الموقف الأمني والعسكري في الإقليم نتيجة للتصعيد سواء كان من قبل إيران وحزب الله وإسرائيل، وتخوف الإدارة الأمريكية من أن تحدث أي عمليات بصرف النظر عن شكل الضربات أو الهجوم أو الدخول في مواجهات قد تتأثر بها أطراف الإقليم المختلفة. يبدو أن الإدارة الأمريكية تخطط أخي طارق لمقايضة وقف إطلاق نار بالفعل في قطاع غزة وبدء الترتيبات السياسية والأمنية والمرحلة الأولى وفق المقترح الأمريكي الإسرائيلي واحتكاما إلى نص قرار مجلس الأمن مقابل التهدئة بالنسبة لإيران إسرائيل حزب الله. هذا ملف مقابل ملف منعا لأن تحدث أي تطورات سلبية. ما يجري في الأساس هو غزة، وكل ما تشاهده الآن هو مرتبط بارتدادات حرب غزة. وإذا قمنا بتحليل مضمون تصريحات المسؤولين الإيرانيين ومن حزب الله خلال 48 ساعة الماضية ستكتشف بالفعل أن هناك ما يخطط لهذا، وأنه خفض التوتر وليس الدخول في المواجهة هو الاحتمال الأكثر وضوحاً، مع فصل مسار إمكانية الرد وتحفظ على أن تحتفظ به إيران بحق الرد مقابل بطبيعة الحال وقف إطلاق النار. الكرة الآن في الملعب الأمريكي، إذا أراد الجانب الأمريكي أن يفرض وجهة نظره في المفاوضات التي ستجرى يوم الخميس المقبل أعتقد ستكون هناك فرصة جيدة، مع التقدير بأن نتنياهو قد يخرب ما يمكن أن يتم خلال الأيام المقبلة، لأنه ما جرى أمس في مدرسة المتابعين طبعا كما تعلم كانت رسالة أولى، لكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية تتحرر الآن من القيود والضغوطات سواء الرئيس جو بايدن أو فريق العمل معه لاعتبارات طبعا متعلقة بالمصداقية الأمريكية في الإقليم وتخوف الإدارة الأمريكية من تأثر مصالحها. أخي طارق يعني هناك مشكلة متعلقة ليس بالمصداقية لكن أيضا بما هو قادم بالنسبة للسيناريوهات قد تمس المصالح الأمريكية، وهذا الأمر لا يعني أن الأمور تمضي في سياقها. لا تزال الولايات المتحدة تتحسب لكل الخيارات، حشود عسكرية، ترتيبات أمنية غير مسبوقة، غرفة استراتيجية بين واشنطن وتل أبيب بهدف التنسيق الأمني في حالة أي ظروف وفي حالة فشل ما يتم الاتفاق عليه سواء بالنسبة لوقف إطلاق النار أو بدء عمليات تدريجية من قبل إيران أو حزب الله على إسرائيل ودخول إسرائيل على الخط. وأعتقد أنه الفرص الدبلوماسية تستبق الفرص العسكرية، لكن إدارة الرئيس جو بايدن تتحسب لكل الخيارات. ربما يستثمر نتنياهو وسياسي ماكر كما تعلم الارتباك والتردد الأمريكي في هذه الفترة للقيام باستكمال مخططه، مع العلم بأنه الترتيبات الأمنية وحرب غزة أوشكت على الانتهاء، لأنه كل ما تشاهده الآن هو انتهاء العمليات الكبيرة برغم طبعا القيام بجرائم بالنسبة لاستهداف المدنيين والمدارس، لكن حرب غزة أوشكت على الانتهاء وتم الاتفاق عليه وتمركزت إسرائيل في مناطق التماس وبالفعل قلصت مساحة القطاع. فكل ما سيجري الآن
هو تحسين شروط التفاوض على الأرض بما قامت به إسرائيل من ترتيبات أمنية واستراتيجية في عمق القطاع. طيب هنا دكتور محمد حلسة، ماذا ترد إسرائيل أمام هذا التصعيد المتدرج للجرائم الإسرائيلية والاعتداءات وما وقع أمس من مجزرة يعني كانت غاية في القسوة، مدرسة المتابعين؟ ما الذي تريده من كل هذا التصعيد قبل أيام من العودة المحتملة للتفاوض من أجل صفقة وقف إطلاق النار وتبادل أسرى؟ مساء الخير لك أستاذ طارق ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. أولا، ما يرتكب من مجازر ليس مرتبط بشكل أساسي بأهداف تكتيكية إسرائيلية ولنتنياهو، وإن كان يخدم بشكل أو بآخر سردية نتنياهو ورغبة نتنياهو. هذا خط استراتيجي اتبعته الحكومة الإسرائيلية منذ أحداث 7 أكتوبر، وإذا أردنا أن نعود أكثر بالذاكرة إلى الوراء اتبعته حكومة إسرائيل منذ نشأتها فكرة القتل وارتكاب المجازر، ويعني هي أصلا في إطار الحرب الدائرة ترى بأنها تريد محاولة استعادة ردعها أو صورة هيبتها من خلال الأشلاء ومن خلال الدم ومن خلال التدمير، ومن ثم أيضا جعل غزة مكانا غير قابل للحياة بما يدفع الفلسطينيين إلى التفكير الجدي بالهجرة، يعني نتاج هذه الظروف التي خلقتها إسرائيل في داخل قطاع غزة. لكن هذا أيضا يسير بالتوازي مع خط استراتيجي آخر يرسمه نتنياهو وحكومة اليمين، هو عدم وقف هذه الحرب والتعطيل على كل المسارات التي يضطر إلى الذهاب إليها مقرها نتيجة التحولات الداخلية، الضغوطات الداخلية التي تجري، وانضمام شرائح جديدة وقطاعات ونخب جديدة إلى الأصوات المطالبة في الداخل الإسرائيلي بضرورة عقد الصفقة واستعادة الأسرى، وأيضا تمنيات الولايات المتحدة والمنظومة الدولية بأكملها التي تريد أن ترى نهاية لهذه الحرب. لذلك كلما اقتربت الأمور من إنجاز معين أو الحديث الإيجابي عن إنجاز معين يذهب نتنياهو إلى تفجير المشهد، ذهب إلى عمليات الاغتيال وأزم المشهد ووضع الإقليم بمجمله على حافة الهاوية. وإذا أردنا أن نقرأ إمكان نجاح أو فرص نجاح الاجتماع القادم يوم الخميس، دعونا ننظر إلى التحولات التي جرت. هل ما جرى يخدم استمرار هذه الحرب وفق رؤية نتنياهو أم يضيق على نتنياهو المساحة ويدفعه إلى القبول بالذهاب إلى هذا المسار بشكل فعلي وليس من خلال يعني مسار تكتيكي شكلي يوهم من خلال الداخل الإسرائيلي يخفف من ضغط الاحتجاجات التي تجري ويخفف من انتقاد الولايات المتحدة؟ التحولات التي جرت بعد عمليتي الاغتيال في طهران وفي بيروت تقول بأن المنطقة إما ذاهبة إلى التصعيد المفتوح، وهذا ما تؤكده القيادات السياسية في رأس النظام السياسي في طهران وفي رأس النظام في حزب الله، أن الرد قادم، إما أن نذهب إلى المواجهة الشاملة وإما أن تذهب الولايات المتحدة إلى مقايضة وقف الرد الإيراني ورد حزب الله بالدخول إلى مسار سياسي تفاوضي يفكفك هذا المشهد المعقد ويبدأ بتبريد الساحات التي تبدأ بالضرورة من ساحة غزة. السؤال، هل يبدو بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تجر الأطراف حتى اللحظة إلى هذا المسار، إلى حتى يعني الطرف الإسرائيلي تحديدا إلى التفكير في هذا المسار؟ كل الذي يجري اليوم من سلوك الولايات المتحدة ومن سلوك الطرف الإسرائيلي على الأقل لا يشي بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تخلق تحول لدى نتنياهو وحكومته وتدفع إلى هذا المسار. ولو أن الولايات المتحدة وفق ما قالت الإدارة الأمريكية لم تحط علما بنية نتنياهو الذهاب إلى هذه التصفيات والاغتيالات في بيروت وفي إيران، ما الذي كان يمنعها حين أحيطت علما بأن تلتقف هذه الفرصة السانحة التاريخية بأن تلزم نتنياهو بما لديها من روافع ضغط يدخل في هذا المسار؟ واضح بأنه منذ عمليات الاغتيال حتى اللحظة ما زلنا نراوح في ذات المكان، ما زالت سردية نتنياهو في ذات المكان، ولو أن الولايات المتحدة استطاعت أن تفعل ذلك لما احتجنا إلى كل هذا الوقت. واضح بأن الولايات المتحدة تستخدم الترغيب والترهيب، وما تفضلت بالإشارة إليه أخي طارق قبل قليل من أن الولايات المتحدة ستذهب إلى تسمية الطرف الذي يعطل. نتنياهو عطل في أكثر من مرة ولم تجرؤ الولايات المتحدة على تسمية أنه يعطل. هذا لما كانت
الإدارة الأمريكية أقوى. اليوم النظام الأمريكي كله أعرج، الحزب الديمقراطي أعرج، الرئيس الأمريكي تبطى عرجاء، ولن يجرؤ على أن يتحدث عن نتنياهو بصفة المدام الذي يعطل، لأنه يعلم أن هذا يترتب عليه أثمان كبيرة. هذا كله كلام يقال في محاولة للتخويف لتفزيع نتنياهو. وأنا أعتقد أن نتنياهو اليوم حين يسمع هذا الكلام ينفجر ضحكا، لأنه جرب مواقف الإدارة الأمريكية فيما مضى، اختبرها فيما مضى وسقطت في اختبار الفعل. وهو اليوم يعلم أن الإدارة الأمريكية ليست في موقع يفرض عليه إرادتها، وهو يبتزها إلى الحد الأقصى. والهدف الاستراتيجي لنتنياهو إذا أردنا أن نذهب إلى أبعد من مجرد قضية المفاوضات، نتنياهو يريد حربا مع إيران، يريد أن يستغل الظروف والمناخات التي خلقتها حرب غزة والتصعيد الذي أحدثه بعمليات الاغتيال، أن يجر الولايات المتحدة إلى حرب ضد إيران، لأنه يعلم بأن هذه الفرصة لم تتكرر لإسرائيل، وهذه الظروف التي خلقتها مناخات الحرب لن تتكرر لإسرائيل. لذلك أنا لست من الذين يعولون على أن الولايات المتحدة قادرة على أن تحدث فرقا يوم الخميس. سيذهب نتنياهو إلى هذا المسار، لكنه لن يعدم الذريعة في التملص، لن يعدم الذريعة في يعني عدم الالتزام بأي التزامات، و يعني لن يخرج اجتماع الخميس عن سقف الاجتماعات التي سبقته فيما يخص موقف نتنياهو. وسنبقى نراوح في ذات الدائرة إلى أن يحدث رد يخلط الأوراق بشكل كامل في الإقليم، ويجر المنطقة بشكل كامل إلى يعني منزلق لا أحد يعلم كيف يمكن. دكتور طارق، يعني هذا المساء ربما أقل من ساعة من الآن كان هناك بيان لحركة حماس طلبت من الوسطاء عرض خطة تعتمد على المحادثات السابقة بدلا من الانخراط في مفاوضات جديدة. ويليام بيرنز، بريت ماكوغ مستشار الرئيس الأمريكي، الوفد الأمريكي بشكل عام سوف يأتي إلى المنطقة خلال أيام قليلة تمهيدا للمفاوضات ليوم الخميس. برأيك ما الذي سيعمل عليه الوسطاء، مصر، قطر، الجانب الأمريكي؟ الكل يتحدث بأن هناك بعض التقدمات، لكن لا يزال العمل جاري لسد الفجوات. وحتى نقيل بحسب موقع إكسيوس بأن ربما الجانب المصري والإسرائيلي اتفقا على بعض الترتيبات الأمنية فيما يتعلق بالمنطقة الحدودية بين مصر وغزة. هو ما يدور الآن حضرتك حول إعداد الوسطاء، خصوصا الوسيط الأمريكي والمصري، على خريطة عمل جديدة بناء على الأفكار السابقة وما تم للوصول إليه. فهناك صياغة جديدة سيتم طرحها بصورة مباشرة للنقاش النهائي، وليس مجرد الحوارات أو فتح مسارات جديدة لأي مفاوضات سياسية أو أمنية. وبالفعل ستكون هناك هذه الخريطة، هي خريطة محددة تشمل نقاط متعلقة بالأمور الجوهرية اللي هي الأطر العامة، والتي ستطرحها الولايات المتحدة ما بين أطر أمنية وأطر سياسية دبلوماسية، إضافة إلى خريطة زمنية بمراحل التنفيذ بناء على ما سبق. لكن الجديد فيها هو ما يلي: أولا، صياغة للعناصر الأمنية، محل الاتفاق ما بين حماس وإسرائيل من باريس 2 إلى الجلسات والجولات الأخيرة. النقطة الثانية مرتبطة بالتحفظات التي أبدتها إسرائيل فيما عرف باسم اللاءات الإسرائيلية، وسيتم طرح نصوص أو باراجرافات أو تكستات بديلة لها من قبل الجانب المصري والأمريكي. النقطة الثالثة وهي الأهم في تقديري هي الضمانات ونقاط الالتزام التي ستقدمها الولايات المتحدة والوسيط المصري في هذا الإطار. وقد تم وضع أمرين في هذا الإطار يخص مصر، وهو اتفاق الممر، ممر صلاح الدين، والمعبر بصورة شاملة، وانسحابات إسرائيل منه. وقبلت إسرائيل بالفعل انسحاب تدريجي، وهذا الانسحاب التدريجي سيتم الاتفاق عليه وفقا للمرحلة الأولى، بمعنى أن الانسحاب سيشمل العودة إلى مساحات عدة كيلومترات، تبدأ منها إجراءات بناء الثقة ما بين الأطراف المختلفة. وهذا الأمر سيخص مصر طبيعة الحال، لأنه سيندرج تحت لجنة الاتصال المصرية الإسرائيلية ومعاهدة السلام، ولكن الضمانات الأمريكية ستكون متابعة وملاحقة. في جزء أيضا بالنسبة لحماس تم إعداده، وهو الجزء الخاص بإدارة القطاع والاتفاق على دخول قوة متعددة الجنسيات،
وهناك مقترح سيصيغه الوسطاء أو تم طرحه في إطار دمج المراحل، بمعنى أن احنا كنا بنتكلم أخي طارق على 3 مراحل، ربما سيتم دمج المرحلة الثانية والثالثة في إطار للتعجيل بهذا. هذا ما سوف يتم طرحه بالنسبة للوسطاء، الجانب المصري، الجانب الأمريكي، الجانب القطري، وسيتم وضع نصوص بديلة لما تم صياغته، بمعنى ألا يكون هناك باب جديد للمفاوضات. أعتقد أنه حركة حماس اخترت بهذه التفاصيل من قبل الوسطاء، ولهذا تحدثت حماس في بيانها على أنه القضية ليست في المفاوضات أخي طارق، واجتماع الأطراف مرة أخرى وتكرار ما تم تكراره في الجولات السابقة والتي فشلت. هدف هذا التحرك من قبل الوسطاء وصياغة هذه الورقة التي ستعرف باسم الورقة البيضاء، جزء منها هو مرتبط بإلزام الجانب الإسرائيلي، وهناك تهديد بالفعل تم توجيهه من الإدارة الأمريكية بالإعلان عن من سيفشل هذه المفاوضات. هذا جانب مهم للغاية، لأنه الرئيس الأمريكي وفريق المفاوضين بالفعل تحرروا من القيود والضغوطات السابقة التي كانت مطروحة. هذه الجولة ليست جولة مناقشات أو وضع نقاط فوق الحروف بالنسبة لمفاوضات مفتوحة، إنما بطبيعة الحال هناك توجيهات من الرئيس جو بايدن، وهناك بطبيعة الحال حرص من الإدارة الأمريكية على إنجاح هذه المفاوضات على الأقل في المرحلة الأولى، لكي يصدر هذا النجاح للإدارة الديمقراطية قبل الذهاب للعملية الانتخابية. لا علاقة الأمور بأشخاص، يعني لا بايدن ولا نتنياهو في هذا الإطار. وقد بدأت الإدارة الأمريكية بتقديم ما عرف باسم قائمة تحفيزية تشمل 6 نقاط رئيسة تم إعلانها خلال الساعات الأخيرة، وسيتم قبل يوم الخميس استكمالها بمنح إسرائيل 3.5 مليار دولار، بالإضافة للإفراج التكتيكي عن الشاحنات المعطلة، وكانت خاصة بالترتيبات الأمنية وحسن استخدامها في مسرح العمليات في غزة. لكن بطبيعة الحال ستمر، ففي قائمة تحفيزية من 6 بنود رئيسة هدفها الضخ الدافع إسرائيل للقبول بهذه الأفكار. هذه المرة الإدارة الأمريكية جادة، ونتمنى بطبيعة الحال أن تصل إلى لقاط. والورقة البيضاء المحددة بالنسبة للجانب الأمريكي والمصري مهمة للغاية، خصوصا في بند الضمانات. أضف إلى هذا أن الوفد الذي سيمثل حركة حماس وسيكون هو برئاسة خليل الحية، وخليل الحية سيكون مفوضا من قبل الجناح العسكري لحركة حماس بتمرير ما سوف يتم الاتفاق عليه هذه المرة. ففي نقاط وفي تغييرات حقيقية لجولة المفاوضات في يوم الخميس المقبل، جددها هو ما جرى بالنسبة لحركة حماس، وأيضا بالنسبة لانخراط الوسطاء بصورة مباشرة. هذا هو المهم الآن. من الواضح أن الإدارة الأمريكية تقيم المشهد سياسيا واستراتيجيا تخوفا من أي مراوغات من قبل نتنياهو، والرجل بارع في هذه المراوغات، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت مباشرة من الحكومة الإسرائيلية أن يكون هناك ممثلين لفريق المفاوضين، يعني لن يكون هناك طرف غائب. هذا الأمر أيضا تم طرحه خلال الساعات الأخيرة، وقبلت إسرائيل بهذا الأمر، يعني لن يغيب ممثل، لا ممثل الجيش هذه المرة، ويأتي رئيس الشباك أو الموساد، ويأتي ممثلين لكل الأجهزة. فهذا أمر مهم للغاية، هو الضغط على إسرائيل أن يكون الوفد ممثلا للجميع، لجميع من جاءوا بهم، وبالتالي نعمل على أرضية جديدة مختلفة. أعتقد أن هذا الأمر ربما يؤدي إلى نجاح المفاوضات ونبدأ خطوة جيدة. نعم، إذا هناك حالة ربما من التفاؤل الحذر في كل مرة يعني تجرى جولة جديدة من المحادثات، يعني تسود أجواء من التفاؤل. دكتور محمد، يعني أنت لا تقف إلى جانب التفاؤل هذه المرة، لمعرفتنا بأن دائما بنيامين نتنياهو يضع الشروط الجديدة تلو الشروط ويعمل على إفشال هذه المحادثات. ألا تعتقد أو تتفق مع الرأي الذي يقول اليوم ربما نتنياهو أقوى مما كان عليه؟ استطلاعات الرأي تعطيه تقدما يعني لافتا فيما إذا جرت الانتخابات الإسرائيلية اليوم. هذا الشعور ربما بأنه أنجز سواء في عملية طهران أو في عملية لبنان، وما يقوم به الاحتلال يوميا من اعتداءات وأعمال همجية، ألا تشعر بأنه أو تشعر الجميع بأنه سيكون أكثر تعنتا من أي وقت مضى؟
بالتأكيد، ولذلك يعني نتنياهو يعول على أن إطالة أمد الحرب سينقله من موقع الفاشل المتهم بالفشل في 7 أكتوبر وما تلاه إلى شخص بطل، إلى سطر كما قلنا مرارا وتكرارا ربما عبر شاشتكم. ويعني هذا ما يتبدأ من خلال استطلاعات الرأي. إذا كنت تذكر معي أخي طارق، قبل 4 أو 5 أشهر من الآن كان الفرق بينه وبين رئيس حزب المعسكر الوطني بيري جانس أكثر من 18 مقعد. اليوم يتقلص الفارق إلى درجة شديدة جدا. لذلك نتنياهو لا يريد فقط أن يقلص هذا الفارق، هو يريد أن يضمن لنفسه عودة إلى حياة سياسية في حال جرت الانتخابات ما بعد هذه الحرب. ولذلك لم تختمر وفق نتنياهو الظروف إلى عودة الرجل إلى المشهد السياسي حتى اللحظة. لذلك من مصلحة إطالة أمد هذه الحرب حتى يصل إلى نقطة يشعر فيها بأنه قادر على فرض شروطه. ونتنياهو هذه يعني الاستراتيجية التي ينطلق منها. وإذا ما ذهبنا إلى الطرف الآخر، يعني أنا أتفق مع الدكتور على أن الولايات المتحدة تستميت إلى إدخال نتنياهو إلى هذا المسار، تريد إنهاء هذه الحرب والدخول في مسار تفاوضي. لكن هنالك فجوة واسعة جدا بين ما تريده الولايات المتحدة، ما ترغب به الولايات المتحدة، وما تستطيع أن تفعله الولايات المتحدة، وما تفعله الولايات المتحدة بالفعل على الأرض. يعني أنت تذكر معي في آخر مكالمة قيل بأن بايدن عنف نتنياهو وقال أن له أن معك أسبوع أو أسبوعان. يعنف نتنياهو ثم يذهب إلى إحضار الأساطيل والطائرات إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. يعنف نتنياهو ثم تذهب الإدارة الأمريكية للإفراج عن 3.5 مليار دولار مساعدات في جزء منها لشراء أسلحة. يعنف نتنياهو ثم يعني يعلن وزير الدفاع أو بلينكن لرئيس أو لوزير حرب الاحتلال بأنه لم تعد في وارد الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على كتيبة نتزح يهودا التي قالت في يوم من الأيام أنها تريد فرض عقوبات عليها لما ارتكبته من نتزح. كيف يمكن لنتنياهو أن يقرأ مثل هذا السلوك؟ هذا بالنسبة لنتنياهو رسالة واضحة جدا، استمر في إدارة الدار، استمر في المعاناة، وستحظى في نهاية المطاف ب يعني إغراءات من الإدارة الأمريكية، وستجد الإدارة الأمريكية حاضرة أمامك في مشهد التصعيد، هي حتى تسبقه في مشهد التصعيد. لن يقرأ نتنياهو سلوك المتحدة على أنه سلوك ضاغط عليه. والداخل الإسرائيلي أيضا لديه حالة من الاستقرار وتجانس فيما يخص أهداف الحرب مع يمينه المستقر، وهو يدير الظهر لمطالبات المجتمع، الجيش، الأمن، المؤسسة الأمنية، لأن ما يهم نتنياهو هو مصلحته الذاتية واستمرار حياته السياسية. لذلك أنا لا أجد ما يدفع نتنياهو مع كل الأجواء المتفائلة التي يبدو بأن البعض يذهب إليها، أنا لا أجد ما يدفع إلى التفاؤل في ظل هذه الأجواء، ليس فقط بسبب الظروف الداخلية التي يعيشها نتنياهو، إنما أيضا بسبب اعتقاده بأن لديه مساحة للمناورة، وتحديدا مع طرف واحد اللي هو طرف الولايات المتحدة. لم تختمر الظروف في موقف الإدارة الأمريكية بحيث تحدث تحول في سلوكها تجاه نتنياهو يدفعه إلى هذا المسار. شكرا لك من القدس المختص بالشؤون الإسرائيلية الدكتور محمد هلسة، وأشكر ضيفي من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، شكرا جزيلا لكما.